المهلبيه غادي نستعملوا الكاس اللي غادي نعبروا به ديال 250 مليلتر. غادي نعملوا جوج كيسان ديال الحليب بارد، نص كاس ديال الماء بارد، كاس ديال نواه كوكو، ونص كاس ديال السكر. بالنسبه لكميه السكر السيده يمكن لها تزيد او تنقص على حسب الرغبه ديالها. جوج معالق كبار بومبي ديال النشا، ومعلقه صغيره ديال الفاني. فاني ستبقى اختياريه، والتزيين تيبقى حسب الرغبه. انا تنعمل الكوك محمر في كاسرولة. غادي نوضعوا هاد المكونات ونحركوها مزيان حتى باش ما تلكتش لينا النشا، ونوضعوا على نار مهيله ونبقاو نحركوا بالفوه حتى يقاد لينا الخليط، ونخليوها تبرد. من بعد نصبوها في ديفيغين وندخلوها للثلاجه، وتنزينوها سواء بالكوك محمر او كولي او فواكه او مكسرات. التزيين يبقى اختياري بالنسبه للمهلبيه بطبيعه الحال.